ده انا فيه بدأنا المرة اللي فاتت الباست سيمبل، عملنا عليه مراجعة. الكلمات الباست سيمبل اللي هي يسترداي ولاست واجو ان ذا باست وانس، وقلت لكم كمان في كلمة جديدة اللي هي ذا اذر داي اللي هي اول امبارح، وان زائد سنة ماضية، وكنا لسه هنشتغل في كلمة يوزد تو والحصة خلصت. فكان كلمة يوزد تو اللي هي معناها اعتاد ان، وقلت لكم بيجي بعديها على طول انفينيتيف فعل بدون اضافة، الا لو جه قبليها ام واز وار ووز وير وكلمة جيت وكلمة بيكر هيجي بعديها فعل زائد اي ان جي. وانا كان كنا لسه هنحل على يوزد تو، فالحصه خلص. نحل دلوقتي على يوزد تو وبعديها نكمل حفظ الكلمات. وكمان انا بستخدم الماضي البسيط في الحاله الثانيه من قاعده اف، عارفين اللي هي السكند كونديشنال اللي هي اف ماضي وود والمصدر. يبقى كلمه اف لو جه بعديها ماضي بسيط الناحيه الثانيه يبقى وود والمصدر، زي الجمله دي كده: اف وي باي ذا سي وي وود جو سويمنج. في هنا كلمه ايه؟ في كلمه وود. طالما في كلمة وود والمصدر يبقى هنا هيبقى في ايه؟ باست سيمبل اللي هي اف باست، والناحية التانية وود والمصدر، يبقى اف وي ليفت. ماشي، فكروا في الجملة التانية، فكروا في الجملة التالتة وبعدين احلها معاكم. طيب اول واحده بقى، انا هقول الاجابات وبعدين انت تقول حلتوها صح ولا غلط. وانا يوز ستودنت لما كنت تلميذ اي جيت اب ايرلي، يعني انا كنت متعود ان انا اصحى بدري. نبص على اول اجابه، احنا قلنا بنحل اكتر حاجه بستخدمها في الحل الاستبعاد. ينفع اقول وين اي ووز وصف الماضي، ينفع اجيب ماضي مع مضارع جيت اي جيت اب ايرلي؟ غلط، يبقى اول واحده غلط. عشان كده ينفع اقول اي يوزد تو جيتنج؟ لا دي غلط. حد يعرف يقول دي غلط ليه؟ يا حوده عشان دي يجي غلط تقول ليه؟ بعد المصدر. لان يوز تو بيجي بعديها المصدر. طيب ينفع اقول I was used to get up early؟ هي عملت. ايش؟ ينفع ايوه اقول ماشي. ينفع اقول I لا was ينفع؟ ايوه مش ما هو يجي تبي ولا اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ يعني رقم سي دي صح؟ ايوه لا رقم سي دي غلط. ليه بقى؟ لان انا قلت ان كلمه يوزد تو بيجي بعديها المصدر صح، لكن لو جه قبليها فيرب تو بي اللي هو ووز وير وام واز وار وكلمه جيت وكلمه بيكم لازم يجي بعديها اي ان جي. يعني لو هستخدم ووز يبقى يو ووز يوزد تو جيتنج اب، كان متعود يصحى ايه بدري. انما لو انا عايز استخدم جيت لوحدها هشيل ووز، يبقى يا اما اقول يوزد تو جيت يا اما ووز يوزد تو جيتنج. فالهي اللي هي دي، طالما في يوزد تو وقبليها فيرب تو بي اللي هو ام واز وار ووز وير، او كلمه جيت يعني يصبح معتاد ان، او كلمه بيكم اللي هو يصبح برضو، يبقى هيجي بعديها اي ان جي، مش هيجي بعديها مصدر، عشان كلمه يوز يبقى دي الاجابه هي الصح. نمبر دي ماشي. جو فور ا ووك افري ويك، هل انت كنت متعود ان انت تتمشى كل، وخلي بالنا ان كلمه افري دي المفروض ان هي من كلمات المضارع البسيط البريزنت سيمبل، لكن انا قلت لكم المره اللي فاتت ان كلمات البريزنت سيمبل كلها ممكن استخدمها للتعبير عن هابت في الماضي، عاده في الماضي. طيب يبقى هنا معناها هل انت كنت زمان متعود ان انت تتمشى كل يوم؟ اول واحده صح، اول واحده صح يا عماد. رقم ايه دي صح؟ يا واحد صح ولا غلط؟ هي كده صح. رقم ايه غلط برضو؟ نفس الجمله اللي انت حللها فوق، ما انا قلت لك ان هنا يوز دي تو دي عشان جاي قبليها ووز لازم يجي بعديها ايه؟ شو كان الحتة اللي مش بقولها كده تاني؟ ايه؟ نعم نعم قول الحتة اللي تاني بس. حاضر. بص يا عمي، انا كلمه يوز دي تو اللي هي اعتدت ان اي يوزد تو زمان، بقى زمان I used to help mother، أنا كنت متعود أساعد مامتي. خلاص قلت إيه used to help، هنا used to جه بعديها إيه؟ جه بعديها مصدر. طب أنا عايز أعملها نيجاتيف في الجملة دي، هعملها نيجاتيف أم فيها أم في المضارع الماضي البسيط عادي، هتبقى النيجاتيف بتاعتها إيه يا عماد؟
ماشي. عايزه اعملها نقلي. يوزد تو هيلب ماذر، عايزه انفيها بجمله عاديه في الماضي البسيطه، انفيها ازاي؟ هنفع بقى نحط نوت. هنفيها بديدنت صح، عشان هي فعل في اخره اي دي، هنفيها بديدنت. فاقول ايه؟ قولها كده. اي ديدنت، اي ديدنت، وديدنت لما قلت ديدنت لازم يجي بعديها مصدر، يبقى اي ديدنت يوز تو هيلب ماذر. يبقى عندي كلمه يوز تو ونفيها اللي هي ديدنت يوز تو، بيجي بعديها مصدر. اي ديدنت يوز تو هيلب ماذر. امال امتى بقى اقول ان يوز تو مش هيجي بعديها مصدر؟ لما اقول كده عايزه اقول انا دلوقتي متعود اساعد امي، هقولها ازاي دي؟ اي ام جت ام، اي ام يوزد تو، مش هقول هيلب، مش هقول هيلب ليه؟ علشان ام اللي في الاول دي، ان يوزد تو لو جه قبليها ام هيجي بعديها جيرند. يعني ايه جيرند؟ يعني فعل زي اي ان جي. اي ام يوزد تو هيلبينج مام، انا متعود اساعد امي، متعود مستمر. اي ام يوزد تو هيلبينج مام. طب قبل، لو قبل يوزد تو دي كان في كلمه ووز برضو، هتبقى I was used to helping mom. طب لو قبل كلمة used to دي في كلمة get، أنا متعود I get used to help mom. طب في كلمة become يبقى ing. طب في كلمة got اللي هي الماضي من get يبقى ing. فهمت اللي هتعمل؟ يعني used to لوحديها جاي بعدها infinitive، إنما عشان يجي بعدها ing لازم احط قبليها was او where، يعني كل verb to be او كلمه get او كلمه become. يبقى انا لما الاقي قبليها زي الجمله دي كده، لما الاقي قبليها زي الجمله ده هي في كلمه was، يبقى مش هينفع وهي في وهي go. طبعا مش هينفع، لان انا عشان اقول was هقول he was he used to going. هل هو متعود على الذهاب؟ هل هو كان متعود على الذهاب؟ طيب الجمله الثانيه تنفع؟ الجمله الثانيه تنفع يا محمود؟ لا لا. ليه؟ عشان المفروض يوز تو، ما فيش يوز هنا، عشان ما ما فيش تو تو. هنا. اكسلنت. الجمله الثالثه تنفع، did he use to go، ودي الفعل في المصدر. الجمله الرابعه مش هتنفع لان دي سؤال، سؤال يعني لازم ابدا يا اما بكلمه استفهام يا اما فعل مساعد، فدي مش هتنفع. فانا اسلوبي في اولى ثانوي بحل بالاستبعاد، استبعد يعني حتى لو انت شايف ان الاجابه دي صح، طب ما تبص على بقيه الاجابات، وممكن تلاقي إجابة تانية صح، فلما تلاقي إجابة تانية صح فتيجي تقارن بينهم. طب أنا شايف إن الاتنين كده صح، طالما شايف إن الاتنين صح لا يبقى في واحدة فيهم غلط، أرجع بقى أرجع تاني، هي دي غلط ليه أو دي غلط أو دي غلط ليه. فأنا من أول ما أدخل ثانوي كده مش أول ما ألاقي الإجابة أروح حاطط تحتها خط ما هي دي كده صح، حتى لو أنت مقتنع شوف بقية الإجابات، لأن بقية الإجابات هتعرفك، هتأكد لك إذا كانت إجابتك صح ولا غلط. طب أنا اخترت الأولى صح ماشي مثلا، طب التانية غلط ليه؟ طب التالتة غلط ليه؟ طب الرابعة غلط ليه؟ في كل المواد في كده، وخصوصا اللي هو العام، يعني الأزهر ماشي فيه شوية هامرونة، العام كله أصلا معظم الحاجات كلها اختياري وكلها جمل قريبة من بعض، فمش مش هاخد حاجة بالشبه، أنا هقعد أستبعد، بحل بالاستبعاد. انا نفسي احل معاكم النهارده الكلمات، بس في حاجات هحلها النهارده وهرجع اكد عليها تاني عشان هي هتاخد وقت على ما تحفظها. بصوا في كلمه اسمها I would rather، I would rather، كلمه اسمها I would rather معناها I would، يعني ايه I would rather؟ يعني ايه رزع يمشي؟ ايه هي بص كلمه راذر دي لها معاني كتير، بس كلمه اي وود راذر على بعضها معناها افضل. كلمه اي وود راذر معناها افضل، بيجي بعديها انفينيتيف ماضي بسيط. يعني مثلا اقول لك ايه، بيجي بعديها انفينيتيف يعني مصدر، يعني عايز اقول لك انا بفضل ان انا اتعلم اونلاين. اي وود راذر، اي وود راذر learn online، بفضل ان انا اتعلم online. خلاص يبقى كلمة I would rather الاصل فيها، الاصل فيها ان بيجي بعديها infinitive فعل في المصدر.
طيب ايه مشكلتي؟ مشكلتي دلوقتي ان كلمة I would rather لو جه بعدها فعل، هي هنا جايبة would rather جاي بعدها ايه؟ الفعل مباشرة اهو، مفيش أي فاصل بينها وبين الفعل. طب I would rather لو جه بعديها subject فاعل، subject يعني فاعل. I would rather I يعني أتمنى إن أنا، فأنا كده جبت بعد I would rather ايه؟ I. في الحالة دي ما ينفعش يجي بعدها المصدر. أمال في الحالة دي هيجي بعديها ايه؟ هيجي بعديها حاجة من الاتنين، يا إما ماضي بسيط يعني I would rather، I would rather I would rather visited visited Alex، أفضل إن أنا أزور Alexandria. I would rather I visited Alex، أفضل إن أنا أزور اسكندرية. طيب جاي بعديها ايه؟ ماضي بسيط. طب انا ما جبتش بعديها مصدر ليه؟ علشان في هنا فاعل، ولما يجي بعديها ماضي بسيط معناها ان انت بتفضل ان انت تزور اسكندريه ناو دلوقتي. I would rather I visited Alex now. معلش اصبروا عليا. يبقى انا دلوقتي would rather لو ما جاش بعديها فاعل جاي بعديها infinitive على طول. لو جه بعديها فاعل زي اي كده، او زي مثلا احمد، افضل ان احمد يزور اسكندريه دلوقتي. جاي بعديها اي فاعل يبقى هيجي بعديها ايه؟ ماضي بسيط. طب في حاله ثالثه، لو جه بعديها فاعل بس جه في الجمله، انا بقول انا افضل ان احمد يزور اسكندريه امتى؟ لو جه بعديها ماضي بسيط يبقى قصدي ان انا نفسي احمد يزور اسكندريه دلوقتي. طيب لو جالنا الجمله كده I would rather he had visited Alex last year، يعني يا ريته كان زار اسكندرية السنة اللي فاتت. يبقى أنا دلوقتي كلمة would rather لو جه بعديها فاعل هيجي بعديها ماضي بسيط. لو جه بعديها فاعل ولقيت حاجة في الجملة بتقول لي إن الجملة دي في الماضي أصلا، يبقى هيجي بعديها ماضي تاني. يعني أفضل إن هو كان سافر اسكندرية الصيف اللي فات أو السنة اللي فاتت. يبقى أنا دلوقتي قاعدة would rather ليها كام حالة؟ ليها 3 حالات. قاعدة would rather ليها كام حالة؟ ليها 3 حاجات. أول حاجة إن هيجي بعديها infinitive يعني فعل بدون إضافات. تاني حالة إن لو جه بعديها فاعل فالمفروض إن هيجي بعديها يا إما ماضي بسيط يا إما ماضي تام. ماضي بسيط لو أنا بتمنى حاجة دلوقتي، ماضي تام لو أنا بتكلم عن أمنية في الماضي. يا ريته كان زي كنت أفضل إن هو يكون سافر اسكندرية الصيف اللي فات. زيها قريبة منها قاعدة I wish. يعني إيه I wish؟ I wish يعني إيه I wish؟ يعني I wish أنا أتمنى أتمنى. كلمة I wish دي خدوها كده على طول، ما ينفعش يجي بعديها أي حاجة في المضارع. أتمنى يعني أنا دلوقتي عايزة أقول أتمنى أن أصبح طبيب. الأمنية دي أمنية في أنهي زمن؟ أتمنى أن أصبح طبيب دي في أنهي زمن؟ الأمنية دي هتحققها في أنهي زمن؟ مستعمل أمس في المستقبل. يبقى دلوقتي لما يجي لي بعد اي ويش امنيه في المستقبل هيجي بعديها فاعل اللي هو اي، وبعدين كلمه وود زائد المصدر. يعني حتى الامنيه في المستقبليه الفعل المساعد بتاعها في الماضي. طيب اتمنى دلوقتي ان يكون معايا فلوس، يبقى دلوقتي امنيه في ايه؟ دلوقتي اي ويش اي هاد money. اتمنى ان يكون معايا فلوس امتى؟ دلوقتي. يبقى لما اكون بتمنى امنيه دلوقتي يبقى جاي بعديها ماضي بسيط. اتمنى ان انا كنت ذاكرت السنه اللي فاتت وجبت درجات احسن، يبقى امنيه كانت في الماضي. اي ويش بيستخدم بقى ايه؟ لما اكون زي بالظبط اي ود راذر، حاجه في الماضي ونفسي كانت تحصل في الماضي يبقى هستخدم ماضي تاني. اي ويش اي هاد ستادد لاست سمر، يا ريتني كنت ذاكرت الصيف اللي فات last year. I had studied last year. يبقى دلوقتي عندنا قاعدة I would rather لما بيجي بعديها فعل عاملة زي قاعدة I wish. لو جه بعديها ماضي بسيط يبقى دي أمنية دلوقتي، لو جه بعديها ماضي تام يبقى دي أمنية في الماضي.
ماشي، عايزاكم بس تفكروا ان لما الاقي اي وش ما ينفعش اختار اي حاجه في المضارع، حتى لو في المستقبل الفعل المساعد بتاعها بيبقى في الماضي، وود او كود او مايت. ماشي، لو في الحاضر يبقى الفعل بتاعها ماضي بسيط، ان هي في الحاضر. يعني الجمله دي بتيجي بقى في اللي تشوز، بيقول لك I wish I had money but ولكن I don't ولا didn't have money. هختار don't ولا هختار didn't؟ قولي جملة تانية بس. الجملة اللي هي التانية دي، واحد بيقول لك I wish I had money but I don't ولا but I didn't have money. قولي انت يا مس. وانت يا محمود دونت. ماشي، على فكرة القاعدة دي بتقعد تاخد وقت طويل قوي للفهم والحفظ، وممكن نفهمها كويس قوي وتطلع فاهمينها دلوقتي من الحصة ونرجع ننساها تاني، بس وراها قاعدة وود رادر وكلمة وقاعدة اي ويش وقاعدة تانية اسمها اتس تايم، نفس القاعدة تقريبا قريبين من بعض. مفيش امتحان ثانوية عامة ما بيخرج غير لما يكون في جملة منهم، لازم يجي جملة منهم على دي. ثانوية عامة اللي هي تالتة ثانوي، احنا من أول دلوقتي احنا بنشتغل تراكمي، يعني كل اللي جاي ده اللي احنا بنتعلمه في أولى ثانوي تلات أرباع امتحان تالتة ثانوي من الجرام اللي احنا ناخده السنة دي. الحاجات الجديدة بتبقى حاجات قليلة جدا. فقاعدة أي ويش عاملة زي قاعدة أي وود راذر، وعاملة زي قاعدة تانية اسمها اتس تايم. لو جه بعديهم ماضي بسيط يبقى أنا بتكلم على حاجة في المضارع يا عميد، لو جه بعديهم ماضي بسيط يبقى انا بتكلم على حاجه في المضارع. يعني اقول لك مثلا I wish I was in ايطاليا، اتمنى ان انا اكون في ايطاليا. معنى دلوقتي ايه؟ معناها ايه الجمله دي؟ معناها ان انا I am not in Italy، ان انا مش موجوده في ايطاليا دلوقتي. يعني يا لو كنت في ايطاليا، حتى انت بالعربي مش بتقول كده يا لو كنت في ايطاليا؟ طب مش كنت دي في الماضي؟ طب انت بتتمنى امتى؟ انت بتتمنى دلوقتي بس تقول كنت. يبقى لما يجي بعديها ماضي بسيط عادي يبقى الامنيه دي في المضارع، يبقى معناها اي ويش اي هاد ماني، يا ريتني كان معايا فلوس، يبقى انا دلوقتي معيش دلوقتي يبقى تايدلت. لكن الناحيه التانيه اللي تحت دي اي ويش اي هاد ستادد لاست يير، اتمنى يا ريتني كنت ذاكرت السنه اللي فاتت. بات اي ايه ولكن اي ايه، اي دونت ولا اي ديدنت؟ هاي يا عماد، اي ويش اي هاد ستادد لاست يير بات اي دونت ولا اي ديدنت؟ Don't dance. دونت دي في الاولانيه اللي هي اي ويش اي هاد ماني، يا ريتني كان معايا فلوس دلوقتي لكن دلوقتي مش معايا. لكن الجمله بتاعت الماضي التام دي، اتمنى ان انا اكون ذاكرت السنه اللي فاتت لاست يير، But يبقى بات اي ايه؟ did it. بات اي ديد. ماشي، طبعا هنقعد كتير في الموضوع ده، مش اول مره ولا اخر مره هعيد، هقعد اعيدها كتير. بس يا ريتكم انتوا بقى لو كنتوا فهمتوها تكتبوها كده معلومه لنفسكم في الحاجات المهمه قوي، الحاجات المهمه قوي اللي ممكن ما تجيبوش حاجه منها في اولى ثانوي، لكن هتلاقوها بعدها لكم تاني في تانيه ثانوي، ولا بتلاقوا منها سؤال على الاقل في ثالثه ثانوي. يبقى كلمه اي ويش بيجي بعديها ود والمصدر لو امنيه في المستقبل، بيجي بعديها ماضي بسيط لو امنيه دلوقتي، ماضي بسيط لو امنيه دلوقتي، ماضي بسيط لو امنيه دلوقتي، ماضي تام لو امنيه في الماضي. زي الحاله التانيه من قاعدة F. هو أنا الحالة التانية من قاعدة F دي لما أقول لك F I if I had money، الحالة التانية if I had money لو كان معايا فلوس، الحالة التانية من قاعدة F بتقول F ماضي ودول مصدر. if I had money I would buy a car، كنت اشتريت عربية. ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناه، أنا مستنياك تقول ده معناه ايه؟ If I had money, I would buy a car. ده معنى ايه؟ If I had money, I would buy a car. دي معناها ايه؟ معنى ايه الجملة دي؟ لو انا معايا فلوس عربية، معناها ايه؟ لو انا معايا فلوس اشتري عربية، معنى كده ان انت ايه؟ ما كده مش معايا فلوس امتى؟ دلوقتي. بالظبط كده، خلاص
يبقى انت عندك 3 حاجات لما يجي بعديهم ماضي بسيط، مش 3 حاجات، ده 4 حاجات لما يجي بعديهم ماضي بسيط، ده معناه ان الحاجه دي انت بتتمناها دلوقتي، اللي هي كلمه وود راذر. لو جه بعديها ماضي بسيط معناها ان انت بتتمنى الامنيه دي تحصل دلوقتي. كلمة I wish لو جه بعديها ماضي بسيط معناها ان انت بتتمنى ان الحاجة دي تحصل دلوقتي. كلمة it's time هناخدها لسه زي I wish بالظبط. it's time لو جه بعديها ماضي بسيط معناها ان انت دلوقتي بتتمنى دي حاجة. يعني انا دلوقتي انا ليا عندك فلوس مثلا يا عماد، فاقول لك ايه، it's time you gave me my money. give في الماضي، الوقت المفروض كنت اديتني فلوسي امتى؟ دلوقتي. give، طب لو انا بقى قابلتك انت كان المفروض تديني فلوسي امبارح، فانا قابلتك النهارده، فبقول لك كان المفروض تديني فلوسي امبارح في الماضي، فاقول لك it's time you had given me. had given يبقى طالما had given دي كان المفروض في الماضي. it's time you had given me my money yesterday. يبقى طالما ذكرنا حاجه في الماضي يبقى هستخدم ماضي تام مع الكلمات دي كلها، مع would rather. طالما ذكرت حاجه في الماضي هستخدم ماضي تام، يعني هات وتصريف ثالث، مع I wish لو ذكرت اي كلمه في الماضي هستخدم ماضي تام مع يعني هاد وتصريف ثالث، مع كلمه اتس تايم لو ذكرت اي كلمه في الماضي زي يسترداي او لاست هستخدم ماضي تام. الحاله الثالثه من قاعده اف اي هاد ماني، لو كان معايا فلوس اي وود هاف بوت ا كار، كنت اشتريت فلوس، كنت اشتريت عربيه. الحاله الثالثه ده معناها ان انا ما كانش معايا فلوس في الماضي، انما الحاله الثانيه من قاعده اف اي هاد ماني لو كان معايا فلوس دلوقتي I would buy a car now. now ماشي، اتفهمت الحتة دي؟ اتفهمت بس ممكن يكون نص نص، تعال نحل عليها لو نفسنا ان شاء الله فهمناها كويس او بإذن الله. تعال نقرأها من هنا عشان تبقى موجودة معانا، انا كده مش هنلحق نحل النهاردة على الكلمات، هنخليها برضو جرامر والحصة الجاية ان شاء الله كلمات بس. ادي كلمة I wish، وقلت لكم ان I wish بيجي بعديها حاجة من التلاتة، يا اما وود والمصدر لو هي بتمنى حاجه في المستقبل، اي ويش اي وود بي ا دكتور، اي ويش اي وود ترافل تو امريكا، اي ويش اي وود اي وود هاف ا لوت اوف ماني، اتمنى ان يكون معايا في المستقبل فلوس كتير، اي ويش اي وود ماري ا بيوتيفول جير، اتمنى ان انا اتجوز بنت جميله. يبقى دي اي ويش وود والمصدر حاجه في المستقبل. طب اي ويش بقى لو انا اتمنى دلوقتي، اي ويش سما هاد انف ماني تو هيلب مي، اتمنى ان سما يكون معاها فلوس عشان تساعدني. طب امتى؟ ده هو جاي بعديها ماضي بسيط، يبقى انا عايزاها تساعدني امتى؟ دلوقتي. فهقول لك ده تفسيرها، ان سلمى كانت هيلب مي ناو، سلمى مش هتقدر تساعدني دلوقتي بيكوز شي دازنت هاف ماني ناو، لان هي معاش فلوس دلوقتي. يبقى الحاله لما يجي بعديها ماضي بسيط معناها ان هي مش معاها فلوس دلوقتي. وادي هي كلمه اتس اباوت تايم او اتس تايم او اتس هاي تايم او اتس تايم لوحديها، هيجي بعديها فاعل وبسط سيمبل برضو دلوقتي. لما اقول لك اتس هاي تايم يو ريتيرن هوم، كان المفروض دلوقتي ترجع البيت، بات يو ار ستيل اوت، لكن انت دلوقتي لسه في الخارج وكان المفروض ترجع البيت دلوقتي. ماشي، كلمه وود راذر اهي، if I would rather you arrived on time، دي معناها ايه؟ would rather جاي بعديها ماضي بسيط، يبقى معناها ايه؟ ان انت ما بتوصلش في وقتك. ماشي، كلمة would rather لو ما فيش فاعل، اهو 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 الحتة دي مهمة، لو ما فيش بعديها فاعل، يعني هنا I would rather في هنا الفاعل اللي هو you، عشان كده جبت بعديها ايه؟ ماضي بسيط. طب لو would rather جاي بعديها الفعل على طول، لا I would rather go you، I would rather go shopping، افضل ان انا اروح اتسوق، يبقى هنا عشان ما فيش فعل جاي بعديها الفعل في الايه، في الانفينيتيف. تعال نحل على الحته دي، getting started، دي بقى نحل على كل حاجه احنا خدناها وعايزه تركيز. بسم الله، كل واحد يحل وقته، يحل جمله يفكر فيها على قدر الامكان ويغلط براحته. يا مس ممكن تعدي بس بتاعت اتش تايم يا مس. نعم، عيد بتاع الاتس تايم تاني. ايوه ماشي، بص هي عامله زي وود راذر بالظبط، احنا قلنا ان اي وود راذر لو جه بعديها فاعل، خليها بقى في اتس تايم دلوقتي، اتس تايم يو ستادد، معناها ايه؟ معناها ان دلوقتي المفروض تذاكر، اتس تايم يو ستادد. طب لو انا بقى جودت بقى وقلت ايه؟ كان المفروض تذاكر امبارح، لاست او الاسبوع اللي فات، لاست ويك، جت حاجه فين؟
الماضي، كلمة في الماضي، ما ينفعش أقول it's time you started، أمال أقول it's time you aim you أرسطو. had started، بس كده. ما فيش يعني، أنا عندي it's time و I would rather و I wish، التلاتة دول بيجي بعديهم ماضي بسيط لو أنا بتمنى حاجة في المضارع، بيجي بعديهم ماضي تام لو أنا قلت أي، لو أنا ذكرت أي كلمة في الماضي كده. تعالوا الحين نحل على التلات كلمات دول الأول قبل ما أبدأ حل شامل. تعالوا نشوف حل عليهم لوحدهم كده عشان إيه، يبقوا مطمنين من ناحيتهم، وبعد كده ابقى ارجع احل الحل الشامل. بسم الله. دي سبيشال كيسز اهو، بيقول لك ان دي الحاجات دي في السبيشال كيسز، الجمل اللي هي اللي هي المفروض تاخد فيها تفكير شويه. اتفضل اهي دي، فكروا فيها. رقم كام يا سلام الحال فكر فيه؟ فحل أي واحدة 33. didn't go ايوه، ما هو دي خلاص احنا حاسمينها، طالما فيها فاعل يبقى هيجي بعديها هنا يا اما ماضي بسيط يا اما ماضي تام، او هيجي بعديها يا اما ماضي بسيط منفي او ماضي تام منفي. I would rather you didn't go late at night، اتمنى ان انت ما تجيش متاخر بالليل. طب لو كان في بقى بدل at night دي last night، يعني بدل كلمه at night دي كانت last night، كنت قلت ايه؟ I would rather you hadn't gone، يبقى would rather بيجي بعديها ماضي بسيط. فين هنا الماضي البسيط هنا؟ مفيش غير didn't go، ماضي بسيط منفي او ماضي تام لو جملة في الماضي. شوف واحدة تانية زيها، رقم 37. يا مثلا يعني الفور اللي موجودة ديت بتديها على هي البسط الماضي التام ولا لأ؟ الايه الايه يعني هنا I wish I not enough time for hobbies، كلمة فدي هوبز لها يعني علاقة. ايه؟ ما فيش اي حاجة بالماضي التاني، مفيش حاجة بتدل على الماضي. ماشي، وهتكون سيبها didn't هبدأ، have يا مس ما هو قدامي حاجتين، يا اما ديد انتهاب يا اما يا هاد، مهاب يا اما هاد، على حسب بقى معنى الجملة. اقرا معنى الجملة، هاد بيت اقرا الجملة شوف معناها ايه وهنختار على اساسها. يعني بيقول I don't have enough time for hobbies، انا ما عنديش وقت كفاية للهوايات، فاتمنى ان يكون عندي وقت كفاية ولا ما اتمناش ان يكون عندي وقت كفاية؟ تمام بتمنى اتمنى يبقى هادي. طيب بص الجملة دي نفس الجملة على فكرة، I didn't have، أنا مش عايزة أفسر، أنا عايزاكم تتفسروا لنفسكم وتحبوا. يعني مش المفروض دي مدة تام، يعني اللي بعد اي وش دي مدة تام اللي هي رقم كام؟ ده يعني 37 ولا لا؟ 37 ولا 38؟ 37 37 ماضي تام ليه؟ مفيش حاجة بتدل على الماضي. ماشي. ما هو بيقول لك بص 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 يا عماد، بيقول لك أنا دلوقتي دومت دي في المضارع ولا في الماضي؟ مبارك موضوع بيقول لك انا دلوقتي ما عنديش وقت كافي لممارسه الهوايات، فاتمنى ان يكون عندي وقت كافي. الامنيه اللي في الماضي لما اكون بتمنى امنيه في المضارع بيجي بعديها ماضي بسيط، فين الماضي البسيط اللي هو هو هذا، انما الماضي التام تبقى هاد هاد، انا مش هاخد ماضي تام، انا هاخد ماضي بسيط. ليه؟ لان هو بيقول لك انا اتمنى دلوقتي، بيقول لك انا دلوقتي مش عندي، فبيتكلم على حاجه في المضارع فاستخدم لها ماضي بسيط. ماشي لكن لو كان بيتكلم على حاجه في الماضي كنت استخدمت لها هاد هاد. زي الجملة دي بص يا عمي، I didn't، didn't دي يعني ما كانش عندي وقت كفاية. I didn't have enough time for hobbies when I was a child، أنا ما كانش عندي وقت كفاية للهوايات لما كنت طفل، أتمنى إن كان يبقى عندي. فأنا أمنيك بقى، يعني بيبكي على لبن المسكوب، يعني كلام يا ريتني كان يبقى عندي في الماضي.
يبقى دي بقى اللي هاد هات، دي بقى اللي ماضي تام. ماشي، شوف الفرق، هو جايب لك الفرق بين الكلمتين عشان تعرف الفرق بينهم. انا دلوقتي ما عنديش وقت كفايه، يا ريتني يبقى عندي وقت كفايه، يبقى ماضي بسيط. انا ما كانش عندي وقت كفايه، يا ريتني كان يبقى عندي وقت كفايه، يبقى ماضي تام. ماشي تمام. تمام. هو فاضل قد ايه في الوقت بس بدل من الوقت؟ انا هقول الجملتين دول بسرعه عشان الوقت هيعدي. هي wishes she هي she wishes، يعني wishes دي يعني في المضارع، هي بتتمنى she will told. wish جاي بعديها ماضي بسيط، يبقى هي دلوقتي الامنيه دي في المضارع. هي بتتمنى انها كانت تبقى طويله، جاي بعديها ماضي بسيط يعني الامنيه في المضارع. معنى دلوقتي ان هي ايه؟ معنى كده ان هي ايه؟ مش طويله. مش طويله امتى؟ في المضارع، يعني معنى كده ان هي she isn't tall. مفهومة؟ آخر واحدة بس، ايوه I would rather you didn't use my mobile. أتمنى إن أنت ما تستخدمش الموبايل بتاعي. إمتى؟ didn't دي يعني ماضي بسيط، يبقى أنا مش عايزك تستخدم الموبايل بتاعي. إمتى يا محمود؟ في الماضي، لا مش في الماضي لا طبعا، دلوقتي دلوقتي دلوقتي. طالما ماضي بسيط يبقى دلوقتي، دلوقتي يبقى أنا مش عايزك تستخدمه دلوقتي، يبقى I don't want you to use it. ما إحنا كده، احنا كده ما لحقناش ان احنا نقول حاجه على الكلمات. المره الجايه باذن الله نبدا بالكلمات. يا ريتكم يا ريتكم بس تحلوا لي بقيه الجمل. في هنا اسئله يا هحلها سارق معاكم كده كده، يعني عندك من 1 لحد 40 صفحه 31 وصفحه 32.